واحد بيقول شريعة الزوجة الواحدة في العهد الجديد فقط، أوليس الله هو أمس واليوم وكل يوم؟ فلماذا كان تعدد الزوجات في العهد القديم من الآباء الأوائل، إبراهيم أبو الآباء وداود النبي إلى آخره؟ إذا أردت أن تحكم على أي أمر تحكم عليه من كل ناحية، من جهة ظروف. في العهد الجديد الروح القدس بيعمل، والإنسان هيكل للروح القدس، والروح القدس حال فيه كما ورد في كورنثوس الأولى 3:16 وكورنثوس الأولى 6: ألستم تعلمون أنكم هياكل الله والروح القدس حل فيكم؟ والناس في العهد الجديد أيضا أخذوا طبيعة جديدة، أخذوا طبيعة جديدة وولدوا من الماء والروح، فأصبح الجو مختلف. ما تقدرش تطبق كلام العهد القديم على وصية العهد الجديد والظروف ليست كما هي. يعني لما ارتقى الإنسان في طبيعته وأخذ البنوة لله وأخذ بركات المعمودية وبركات الميرون وحلول الروح القدس فيه، ارتقى فهمه للزواج. ومع ذلك السيد المسيح لما تكلم عن هذا الأمر في متى 19 وفي مرقس 10 قال: من البدء لم يكن الأمر هكذا، لكن من أجل قساوة قلوبكم سمح لكم موسى بالطلاق. من البدء لم يكن هكذا، أبونا آدم ما اتجوزش غير حواء لوحده، وابونا نوح هو وثلاث اولاده كل واحد فيهم كان له زوجه واحده. عشان كده قيل في الفلك: خلصت ثماني انفس بالماء. الثماني انفس نوح واولاده الثلاثه واربع زوجاتهم، يبقى كل واحد واحد. لكن لما ابتدى الناس يتعبوا ومستواهم ينزل في الدرجة، وخصوصا منذ الطوفان لما رأى الله ان شر الانسان قد كثر، فبدأ يسمح ليهم بما يناسب هذا المستوى الضعيف ولكن من البدء لم يكن الامر هكذا. والبعض استغلها بقى، يعني لما وجدوا في التصريح قالوا: لا ضعيف ولا قوي، يلا انا وضعت لكم كتاب عن شريعه الزوجه الواحده في المسيحيه، فيرصح السؤال فيقرا الكتاب ده. وحتى اللي بيتجوز اكتر من واحده ما بتبقى الثانيه والثالثه ضره للاولين، يسموها ضره لان بتنضر منها. وانتوا عارفين قصه حنا وفنانة في صمويل الاول اصح واحد، كانوا بيغيظوا بعض، بل حتى راحيل وليئه وكانوا اخوات بنات شقق من اب واحد وام واحد، لما بقوا ضرر ليعقوب بقوا حاجه صعبه خالص، لدرجه بقى في صراع بين الاخت واختها من اجل انجاب البنين،
ومن اجل كسب محبة الزوج. ففي نعم ومواهب العهد الجديد اصبحت الوصايا تناسب هذه النعم والمواهب، لكن ما نقولش ان اتغير وصية ربنا هو امس واليوم والابد. ده الوصية الاولى كانت زوجة واحدة، الوصية الاولى كانت زوجة واحدة، وبعدين الناس لخبطوا واخدوا كتير فتنازل ربنا لمستواهم، لكن بعد ما صلح المستوى قال لهم كفاية على كده.